سمو شيخ، من اليوم أنا أتكلم لغة عربية. والأمانة في خاطري وفي صدري كلمتين ودي أقولهم باللهجة الكويتية. ودي أقولك مساك الله بالخير ويلا حيه وشرفتنا، ويا بعد حيي وميتي، ويا أهلا وألف سهلة، ويا مرحبا يا طويل العمر. الحضور الكريم، ننتهز هذه الفرصة لنعلن عن إطلاق الدورة الثانية من البرنامج واستقبال مجموعة جديدة من المشاركين الذين ستتاح لهم فرصة متميزة لتطوير مهاراتهم والاستفادة من فعاليات البرنامج. أن القائد هو من يصنع قائداً. شكراً لراعي هذا البرنامج سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي. تعلمت أنا شخصياً أن النجاح لا يتم إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد. شكراً أي ليدرز، كنتم وستظلون أجمل فريق إخوة وأخوات اكتسبتهم في هذه الرحلة، وأتمنى لكم كل التوفيق. ودائماً تذكروا أنها أول خطوة والقادم أجمل بإذن الله.